حقيقة يعني كل الاستخبارات قدمت جهد كبير جدا، يعني ساعدنا في دحر العدو. استخبارات وأمن نينوى كان لها أيضا دور متميز جدا في المعارك اللي حصلت وفي هذه المعركة. يعني الأخ مدير الاستخبارات والكادر ماله والكادر أيضا الموجود في خلية الاستخبارات عندنا ودوائرنا الأمنية الأخرى اللي كلهم ما شاء الله خلية ما نحل قدمت كل ما بوسعها، وإحنا راضين عن عملهم الحمد لله والشكر. وكان يعني العملهم هذا أن تحسم المعارك بسرعة، أهدافنا وجدناها بأماكنها كانت تعطى بدقة، وأيضا قللنا من خسائرنا وتضحياتنا. يعني فالشكر الجزيل لأمن استخبارات وأمن نينوى وكل الوكالات الأمنية الأخرى بما فيها مديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومخابرات نينوى والكل الكل الكل احنا ممتنين لهم. تم التقاء رتل شمال بيجي بمنطقة الشحلة، وشوفوهم أبطال التاسعة على الضفة الأخرى من النهر، وعندنا أبطال الفرقة 15 قيادة عمليات تحرير نينوى، وضمن كانت الخطة المعدة ضمن توقيتات مرتبة. نبارك للشعب العراقي عامة ولأبنائنا في محافظة الموصل بصورة خاصة بهذا النصر العظيم الذي حققه أبطال القوات المسلحة المتمثلة بقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة المدرعة التاسعة والعمليات الخاصة، اللي حقيقة تضافرت جهودهم والحمد لله حققوا النصر الكبير اللي هدفهم الأخير اللي هو نهر دجلة. حقيقة هذا نتيجة التخطيط الجيد من قبل قيادة عمليات نينوى وقيادة العمليات المشتركة أيضا، توصلنا إلى هذه أهدافنا بصورة سريعة بأقل ما يمكن من الخسائر. والآن العدو حقيقة لديه خسائر كبيرة، معنويات منهارة، وإن شاء الله بالأيام القليلة القادمة سوف نزحف باتجاه نينوى. لقد تم بعون الله أن تلتقي الجبال الشم على ضفاف نهر دجلة الخالد من الساحل الأيسر للساحل الأيمن. الساحل الأيسر المتمثل بقيادة عمليات نينوى والتي فيها فرقة 15 لواء 37 شرطة نينوى الحشد الشعبي، وفي الجهة الضفة الثانية الغربية العمليات الخاصة فرقة 9 عمليات صلاح الدين وبقية العمليات الأخرى القطاعات الأخرى التقت هذا اليوم في تمام الساعة 1500 من يوم 12 تموز، يوم خالد، يوم ناصع البياض في تاريخ الجيش العراقي. سنكمل ونتواصل باتجاه بإذن الله باتجاه نينوى الحدباء لإكمال كافة الصفحات المرسومة لنا. هذا اليوم تم إدامة التماس مع قطاعات الضفة الثانية لنهر دجلة وهي قطاعات الفرقة التاسعة وجهاز مكافحة إرهاب. هذا اليوم تم السيطرة على ضفة نهر دجلة الشرقية والغربية ودامت التماس مع القطاعات بالضفة الثانية. نقول لأهلنا في الموصل ثوروا ضد هؤلاء الجبناء الدواعش، ونحن أبناكم، نحن أبناكم من جميع المحافظات، ثوروا معنا لسحقهم، فهم دنسوا أرضنا واعتدوا على أعراضنا ودنسوا أرضنا، ثوروا ضدهم، نحن أبناكم، وإن شاء الله إلى يوم النهاية للتحرير أرضنا في نينوى والحدباء.